السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة ديدو سامري. هالنهار إن شاء الله غادي نقدم واحد الحلقة على كيفية التعامل مع أنثى تلد لأول مرة، يعني عندها أول بطن. هي في الحقيقة أنا على حسب التجربة ديالي راني لقيت واحد الفكرة خرجتها، وهي أن أول بطن، يعني الأنثى اللي زوجتها ولدت لأول مرة، سمو خاصها في الحقيقة ترتاح الشهر الأول. سمو كيوقع لها وهي أن الأنثى كتكون باقي ما مكتملاش في النضج، وخا ولدت كتكون باقي ما مكتملاش في النضج. سمو كيوقع لها كيوقع لها التهابات على مستوى الضرع، والتهابات على مستوى الحلمات. انتوما باش تاكدوا منين تكون في اليوم العاشر خاصكم تقلبوا الحلمات ديالها. الا كانت انثى قديمه وفايتها والدها ماشي مشكل، ولكن اول مره غادي تلاحظوا ان الحلمات ديالها فيهم تشققات، لان هي في الحقيقه راه ولدت، ولكن ماشي باقي ما مكتملاش جنسيا، وباقي ما مكملاش الانوثه ديالها. كاين واحد القضيه كما قلت لكم، في اليوم العاشر قلبوا لها الحلمات ديالها، خاصها تكون مزيانه. الا لقيتوها مزيانه واخا هكاك، من الاحسن انكم ما تعطيوهاش للذكر مباشره بعد الولاده ديالها، يعني خليوها واحد الفتره، وهذه الفتره ماشي فتره عاديه ديال لمده 10 ايام ولا باش ترتاح، لا، غادي تخليوها فتره ديال تتفطم ولادها الاولين، يعني الصغار ديالها الاولين حتى يتفطموا. هي فتره كبيره، ولكن واخا هكاك غادي تعطيوها واحد الراحه، وغادي تحسوا بها ولات مزيانه الخطره الجايه. من بعد الا بغيتوا تبقاو تزوجوها يعني مباشره من بعد الولاده ديالها ماشي مشكل. وهي في الحقيقه سمو راه كيوقع لها هي، يعني تفسير علمي، انها كيكون فيها واحد، ملي كتكون صغيره يكون فيها واحد النسبه ديال الدهون عاليه، وحيت اول بطن ليها سمو كيوقع انها كتبقى ترضع وليد الصغار ديالها. وملي كيتم مزوجتها عاوتاني سمو كيوقع لهذا الانثى انها كيتم الحرق ديال الدهون اللي فيها. سمو كيوقع لها كتبقى تصفى، هي هذوك الدهون ديالها كتبقى تصفى. سمو كيوقع لها كدير الام كتضعف، كتبان لكم ولات ضعيفه بزاف، هزيله، يعني لواحد الدرجه اللي ما كتصورش. واخا كتعطيوها شي يعني السيكاليم وشي حاجه اللي باش ترضع الصغار ديالها، واخا هكاك يعني صدقوني الا خليتوها ترتاح في الشهر الاول وما زوجتوهاش، يعني حتى تفطم الصغار ديالها، غادي تبدا كتبني هي الجسم ديالها، وماشي بهذوك الدهون اللي كانوا فيها من قبل، لا، كتولي كتبني الجسم ديالها بالعضلات فقط، العضلات واللحم. يعني ملي كتقلبوها كتلقاوها انثى، يعني بالصح، يعني انثى واقفه على الصح. ملي كتكون بنيه ديك الساعه كتولي عندها جسم سليم، يعني تقدر انها يعني تزوج مره اخرى وتولد، ولكن ماشي لان هي باقي عاد فتيه. راه كذلك حتى الانسان حتى هو في هذه القضيه هذه، المراه ملي كتكون اول ولده ليها كتكون خايفه، كتكون ما قادرش تولد عاوتاني، كتضعف بزاف. هذاك الشيء من بعد كتولي مزيانه الا خليتوها ترتاح. بالنسبه للارانب الا خليتوها ترتاح غير شهر واحد، صدقوني انها غادي تكون يعني مخير، غادي تكون عندكم اولا غادي ديك الخلفه اللي ولداتها غادي تكون غادي تطلع مزيانه، يعني خليوها حتى تفطمهم عاد باش تزوجوها عاوتاني. هذه كنقول لكم غير في البطن الاولى، لان هي ما كتكونش ناضجه جنسيا يعني 100%. اذا هذه هي الحلقه ديال هذا النهار، يعني الا درتوها الطريقه راه في الحقيقه غادي 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 تكون عندكم يعني اناث، يعني كيعطيكم واحد المستوى ديال الحليب والتربيه ديال الابناء، يعني ديال الصغار عفوا، غادي تكون تربيه سليمه 100%. وهذه راه طريقه مجربه، يعني غير احضيو مع اول بطن، يعني اعطيوها شويه ديال الراحه
وقلبوها مزيان في على مستوى الحلمات، يعني الجهه اللي كترضع منها ما تكونش فيها شي تشققات، ما يكونش فيها شي مشكل، والضرع ديالها حتى هو ما يكونش فيه التهابات، وان شاء الله راه ما يكون غير خير. غادي تكون غتكون كنت كسبت واحد الانثى يعني مخيره، وان شاء الله اللي غادي تخدم معكم في المستقبل. اذا ما عجبكم الفيديو ساندونا بزر جيم، تكيو على الجرس كي يصلكم الجديد ديالي ان شاء الله، والى اللقاء في الحلقة المقبلة ان شاء الله.